بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم في الحوائج فقدها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها، وأنت العالم بالعيوب فاسترها. اللهم أكرمنا بعظيم غفرانك، وسخر لنا الطيبين من عبادك، ويسر لنا الطريق لجناتك. اللهم اشفي كل مريض، اللهم ارحم كل ميت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، آمين. اللهم إنا نسألك يوما مبشرا وهما راحلا وقلبا مطمئنا. إذا أغلقت عليك أبواب الدنيا فافتحها بيقينك في الله، وما أيقن المهموم في عظيم حكمة الله وسعة رحمته إلا جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وسخر لنا من ينصرنا، وكان دفاع الله عنا بحسب قوة اليقين وقوة التوكل في قلب كل مؤمن. أسعدكم الله دنيا وآخرة، وأسعد الله أيامكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.